العراق كان يوم الايام قبل لا صدام يصير رئيس دوله، العراق كان له، العراق كان بلد قوي. اول ما استلم صدام حسين العراق كان هون، بعد ما استلم شيئا فشيئا 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 لين طيح العراق بالحفره، اقتصاديا، معنويا، عسكريا ودبلوماسيا. اقتصاديا يوم صدام حسين استلم الحكم كان الدينار العراقي يجيب 2 دينار كويتي، بعد ما صدام استلم الحكم الدينار الكويتي قام يجيب 4 دينار عراقي. اقتصاده طاح بالحضيض 600%. قال بحرر فلسطين كان يدخل في حرب مع ايران 8 سنوات، قال بحرر فلسطين كان يدخل في حرب مع الخليج والكويت يحتلها 7-8 شهور، قال بحرر فلسطين كان يضرب الكيماوي في الشمال ويضرب الكيماوي في الجنوب، قال بحرر فلسطين قاعد بالحكم 30 سنة ما حرر. طيح اقتصاده ليوم اخذوه وعدموه، الدينار العراقي صار بالحضيض، الاقتصاد صار بالحضيض، البلد صار فيه فتنة طائفية دبلوماسية، ما فيه رحمة، ما فيه وجاهة سياسية، ما فيه. كل هذا صار في عهده، بهدل الدنيا كلها. قوة عسكرية راحت. يوم الامريكان على وشك انه يغزون العراق 2003، صدام حسين رفع التليفون دق على ايران، قال لهم انا الامريكان بيطقون طياراتي وانا ما عندي مكان، ابى احطهم عندكم مؤقت مستودعاتكم، لان انتم ما راح يضربكم لان انتم دوله ثانيه، بس هو ناوي علينا. كان يطير 200 طياره من العراق، طير قبل الامريكان جايين، لحين ما بلشوا 2003 الامريكان على قاعد يحشدون، صدام حسين طير 200 طياره عراقيه حق ايران، قال لما تخلص البلبلة هذه نبيها. أول ما حطوا هناك شان الإيرانيين يقولوا مالكش حاجة عندي، قالوا له نسيت أنت، إحنا نطالبك 200 مليار، إحنا نطالبك 200 مليار. يوم صدام حسين طلب من الإيرانيين وقف إطلاق النار وهدنة، قعدوا ووافقوا على شط العرب يرجع حق الإيرانيين، الفاو أجزاء منه تروح حق الإيرانيين، يعوض الإيرانيين 200 مليار دولار خسائر، يطلق سراح أسرى الإيرانيين، وقع 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 سنة 89 وقع على اللي أي زعيم عربي ما يوقع عليه، وقع عليهم كلهم دون أي شروط. فيوم 2003 طير الطيارات على أساس الأمريكان لا يضربونهم، الإيرانيين سرقوهم، قالوا له مالكش حاجة عندنا، برو 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 برو. كان يقول منا على الشنبك يا شلب، شلب لك، برو برو عمو، برو عمو، يلا يلا برو. وهذا اللي صار. إلى اليوم الإيرانيين صلحوا بعض الطيارات اللي العراقيين دزوها صدام، والبعض الثاني استعملوها قطع غيار حق الطيارات الثانية. وهذا يفسر يوم صدام حسين عطى كل الأسلحة حق الإيرانيين، هذا يفسر ليش ما بقى عنده إلا باصات. برو 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 برو. كانت عنده طيارات الميج الفرنسية، سمعوا يا جماعة الدهاء الفرنسيين، الفرنسيين الحرب الإيرانية العراقية، الفرنسيين باعوا حق إيران والعراق نفس الأسلحة، طلعوا 200 مليار من هالدولة وطلعوا 200 مليار من هالدولة. الفرنسيين المستفيد رقم واحد في تجارة الحرب يوم صارت إيران، حرب إيران وعراق من سنة 80 لسنة 88. اذكروا محاسن موتاكم، ما عنده محاسن يا جماعة، قاعد نتكلم عن شلون إنسان أعدم بلد بأكمله، شلون إنسان أعدم بلد بأكمله. اقتصاد راح، وجهة بلد راح، حضور دبلوماسي راح، عتاد عسكري راح، ولك لدرجة ان العراق مسكين محطم، لدرجة ان عصابات على الحدود العراقية السورية، عصابات رفعوا علم اسود، احتلوا البلد باكمله، عصابات حتى مو جيش، حتى ما احتاجوا باصات، جو على خيول، لدرجة ان البلد صار ضعيف للغاية. وهذا دهاء الامريكان، قالوا احنا كسرنا البلد، صدام ما قصر، واحنا كسرنا البلد، احنا وي ويل ميك شور ان العراق ما ينهض عسكريا زي زمان. عصابات كانت على الحدود السورية العراقية رفعوا علم لونه اسود ودشوا واحتلوا العراق كلها. ايش فيكم يا جماعة؟ عصابات على وانيتات هايلكس، حتى مو باصات، وانيتات هايلكس. وانا ولا والله العظيم ولا شماتة في العراق العظيم، انا احب العراق العظيم، انا اعشق العراق، انا العراق شعب راقي، ولكن اللي سواه فيهم، ما في بيت في العراق، أنا أكلمكم عن الحرب الإيرانية العراقية، ما في بيت في العراق
ما أحد فيهم تيتم وسب صدام حسين، دخل ولدهم الجيش ومات هناك. قال له خالي أنا دكتور، يا على بعدك دكتور، ولك خذ خذ الكلاش، يلا 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 روح له، روح للفاو، لا أطرك للكلاب، روح للفاو. أخذ الدكاترة، أخذ المدرسين، أخذ المهندسين، لبسهم خاكي ولبسهم بسطار ودخلهم الجبهة. أوكي، وين التعليم؟ وين الصحة؟ وين الدنيا؟ وين هذا؟ كله راح، كله راح، كله راح. بعدين بعدين خالي بعدين تنتف البلد، كل شيء تنتف، حطم الطبقة المتعلمة في البلد. يعني واحد متعلم خريج عنده هندسة عنده ما أدري شنو لبسه عسكري وقطع الجبهة. والله العظيم أنا أحب العراق، وينهض يوم من الأيام العراق، ينهض إن شاء الله. قاعد أكلم لكم شلون إنسان دمر بلد بأكمله. أنا أحب العراق وأحترم العراق، بس العراق على أيامه بهدلهم. اسألوا أي عراقي أصيل، اسألوا أي عراقي أصيل راح يقول لكم هذا بهدلنا، والله العظيم بهدلنا. ما في واحد عراقي أصيل إلا تلقى عنده خالة ولا عمه ولا ابن أخته ولا شيء مات والسبة هذا. ليش احتل الكويت؟ قال بيحرر فلسطين. بس الخريطة كانت غلط عنده، كان يدخل الكويت. الجي بي اس كان خربان عنده مضيع، كان يدخل الكويت. قال كان يبحرر فلسطين. بس جوجل ماب خربط عليه شوي، مغيرين لفة الجسر، كان يدخل الكويت. من على السازك يا تشلب. لا انا قاعد اقول لك، انا قاعد اقول لك التاريخ. سمع يا جماعه، اكثر دوله، اوكي، في كتاب اسمه كتاب حق مؤرخ فرنسي، كتاب حق مؤرخ فرنسي، لا هو كويتي عشان يكون منحاز ولا هو امريكي عشان يكون منحاز، مؤرخ فرنسي مشهور كتب كتاب اسمه الحرب العراقيه الايرانيه. الكتاب هذا كان عندي باللغه الانجليزيه، ترجم من الفرنسيه الى الانجليزيه. الكتاب هذا كان بحوزتي 2016 2017. يقول انا مؤرخ، وهذا المؤرخ على فكره سوى كتاب عن جمال عبد الناصر، عن انور السادات، سوى كتاب عن مصر، سوى كتاب عن تركيا، فانسان متبحر بالشرق الاوسط. هذا اللي كتب الكتاب يقول انا بعد ما طاح صدام حسين ظهرت الالاف من الاشرطه، الكاسيت، المقاطع، كلام حديث بين صدام حسين وعياله، صدام حسين وجنرالاته، صدام حسين وعدنان خير الله، صدام حسين وقاده الحرب في ايران. فيقول انا في قاده الحرب في حرب على ايران. فيقول انا ساعات طويله، وهذا يعني طبعا المؤرخ الفرنسي يعرف عربي، ساعات كانوا يسجلون، اي نعم، ساعات طويله كنت اقعد واسمع المقاطع هذه، والمقاطع على فكره هذه ترى موجوده على الانترنت، واسمع ساعات. يقول عندي فوق 200 ساعة صدام حسين مع القادة ملوته والحرب، شلون كانوا يخططون وشلون كانوا يتكلمون وشلون كانوا. اسمه ذا ايراك ايران وور، اسمه فرنسي طويل. المهم هو فرنسي، شوف سمعوا شنو قال. قال الحقيقة تقال، المستفيد رقم واحد من الحرب هذه اللي صارت بين ايران والعراق كانت فرنسا. فرنسا طلعت 500 مليار دولار من البلدين، 250 من هذيل، 250 من هذيل. فرنسا كانت تبيع الأسلحة نفسها حق إيران وحق العراق، سواء دبابات، سواء طائرات، سواء هليكوبترز. يقول أيضا إيران كانت بتدس من تحت لتحت تأخذ من إسرائيل، وأيضا العراق كان بتدس من تحت لتحت يأخذ من أمريكا. فيقول كانوا شغالين، بس يقول النصيب الأسد في بيع الأسلحة حق العراق كانت فرنسا، بعدين تجي أمريكا، بعدين تجي يوغوسلافيا، بعدين تجي روسيا، بعدين تجي بابا 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 با. لا نأخذ من إسرائيل ولا شيء. أوكي، أنت ما خذيت، بس بعض القادة السابقين بالثمانينات أخذوا طال عمرك، أنت ما خذيت، أنت يبكي توك صغير أصلا ما عندك نباطة أصلا. بس بعض القادة القدماء في إيران سووا صفقات وأخذوا قطع غيار لطائرات. ستة إسرائيليين مسكوهم في رومانيا، ستة إسرائيليين مسكوهم في رومانيا، اللي ماسكهم الإيرانيين. الإيرانيين قالوا مو إحنا، هذا الناس ما نعرف منه، بس إحنا نقدر نتدخل. فقالوا أوكي. الوسيط كان واحد يهودي مع علاقة مع واحد بيزنسمان إيراني في سويسرا. قالوا أوكي، في مقابل إن إحنا نطلق سراح الستة، نحاول إن نطلق سراح الستة، إحنا نبيكم تعطونا قطع غيار حق طائرات معينة. الإسرائيليين قالوا إحنا ناخذ نعطيكم القطع الغيار هذه في مقابل تطلقون سراح الستة. الإسرائيليين قالوا إحنا راح نعطيكم القطع غيار، ولكن راح تدفعون فلوسها أيضا، لأن عليهم حصار اقتصادي من أمريكا، ما حد يسوي بيزنس مع إيران. فالإيرانيين قالوا أوكي، إحنا نطلق سراح الستة، نساعد في إطلاق سراح الستة الإسرائيليين في رومانيا، في مقابل نشتري منكم
قطع غيار حق طياراتنا. والكلام هذا تقدر تحصله في كتابي حماة إسرائيل، شون إسرائيل اخترقت الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران وعطت إيران قطع غيار لطائرات عسكرية في مقابل أن الإيرانيين يساعدونهم في إطلاق سراح يهود كانوا ماسكينهم في رومانيا. والكلام أنا كتبته في كتابي حماة إسرائيل، مصدر معلوماتي إيراني أمريكي عايش في أمريكا، محترم من قبل الدولتين، يسوي لقاءات مع وجهاء ورؤساء إيران، وأيضا يسوي لقاءات مع الكونغرس الأمريكي. اسمه تريتا بارسي، تريتا بارسي، عنده 3-4 كتب عن العلاقات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. تريتا بارسي ريال مو محاز، ريال محترم لدرجة إن إلى الآن إذا راح إيران يستقبلونه ويدونه حق رئيس إيران يسووا معاه لقاءات. منو الحين يحارب إسرائيل كدولة؟ كدولة مجاورة ما في أي دولة عندنا الحين قاعد تحارب إسرائيل. إيران جيت يوم صارت مع ريغن، شو ما عرفها إيران جيت يوم صارت مع ريغن، يوم ريغن باع أسلحة حق إيران في مقابل CIA ياخذ الكاش ويسوي عمليات اغتيالات في هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا. ما حد قاعد يحارب إسرائيل إلا الفلسطينيين أنفسهم كالشعب أعزل ما عنده سلاح. أما دول مجاورة ما حد نهائيا، مع احترامي، ولا يستجرؤون. إيران إذا شنت حرب تفوز، لا طال عمرك ما راح تفوز. إيران إذا شنت حرب راح تطبع في حرب مطولة ما لها داعي كمان 10 سنوات. إيران إن دخلت حرب راح تدخل في حرب مطولة زي ما دخلت في حرب مع العراق مطولة 10-8 سنوات، كلا الطرفين 1 مليون يموت، كلا الطرفين يدفع 300-400 مليار دولار خسارة. هذا تبي تشوفه أنت؟ الحرب ما حد يستفيد منه إلا تجار الحرب، إلا تجار الأسلحة. هذا راح يستفيدون، راح يبيعون لك ذخيرة، راح يبيعون لك أسلحة، راح يبيعون لك خطط، راح يبيعون لك تدريب. سمعوني يا جماعة، ما حد يستفيد من الحرب إلا التاجر، تاجر السلاح. من أكبر 5 تجار سلاح بالعالم كله؟ أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، إسرائيل.